عندنا الاخت مره ثانيه ذيك اللي اسمك منى مسكره ولا الحين انا بس برجع لك. هذا سلندر الغاز اللي قبل صح؟ حلو كلنا نعرفه. هذا سلندر الغاز اللي سويت شركه مسقط للغاز، صديق للبيئه، مقاوم للصدى، سيفتي اكثر حسب المواصفات والمعايير العالميه، محصلين كل الاعتمادات. من متى مقدمين على الموافقه؟ من 2017 مقدمين الموافقه انها هذه خلاص يتم اعتمادها في السلطنه ويستبدل هذه خلاص نهائيا، الى اليوم ما جت الموافقه. زين الحين صدمينا، هذا طبعا نفس مكان الكوكاكولا، سيلف سيرفيس، تروح تسوي كل شيء بروحك، تخلص امورك وخلاص. حلو، هذا وين مركبه؟ هذه للحين اول اقرب دوله خليجيه السعوديه مركبينها ومعتمدين هذه الاسطوانات وكل شيء صح. من اللي مركبها؟ احنا بنفسنا، شركه مسقط للغاز. 2017 18 19 20 21 17 18 19 20 21 خمس سنوات، ست لين شديد هذا الشيء، سبع سنوات تنتظر الموافقه على هالسلندرات. حلو، وتيك السعوديه ولا دوله ثانيه تقول يا اخي احنا عيبنا هذا الشيء، تعال ركبوا لنا اياه. نحن يمكن وايد حريصين اكثر من السعوديه، اما 35 مليون ما ادري 40 مليون وخلصوا الموافقات على طول ما شاء الله عليهم. ها ها ها, ها. كلهم جايين يشتروا سلندرات غاز. ها ها شوي 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 شوي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.